أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يا مرحبا وسهلا فيك دكتور. ما الذي يعرفه العالم إلى الآن عن السلالة الجديدة؟ السلالة الجديدة بالنسبة لكوفيد 19 هو طبعا نوعية من السلالات اللي تم اكتشافها قريبا حول موضوع كوفيد 19 اللي هو مرض الكورونا المنتشر حول العالم واللي أدى إلى أرق وأدى إلى مشاكل في العالم كله من نواحي العدة، اقتصادية والسياسية والاجتماعية والمرضية. فهذه السلالة هو نوع من الفيروسات معروفة. أولا لازم نعرف نفهم ما معنى الفيروس. الفيروس هو عبارة عن يعني بروتين، وعبارة عن RNA و DNA، هي سلالات جينية لها مثل ما تقول أنها هذه السلالات تتحور وتتغير بين حين وآخر، وهذا متعارف لأي فيروس وليس الجديد، ومن المتوقع لأي فيروس قد يتحور. حتى الHIV دوغمان الأيدز وكذا يتحور ويتغير، لذلك من الصعب علاجه في مرة واحدة، أو هناك مضادات مباشرة للفيروسات. الناس تتجه إلى اللقاحات، تتجه إلى التحصينات، تتجه إلى حلول أخرى في ذلك. أما الآن ما تم اكتشافه الآن في أوروبا وبالذات في بريطانيا وأدى بانتشار سريع، هذه السلالة الآن اللي تم اكتشافها هي نوعية من سلالات الكوفيد 19 اللي تعتبر كورونا. وهذه السلالة هو تحور جيني موجود داخل نفس الفيروس. ليس المعنى أنه فيروس جديد، وليس المعنى أن الآن طريقة التحصين تختلف تماما. لا، هذا الكلام غير صحيح. ولكن ما زال هناك نسبة 10-20%، الواحد يقول هناك غموض في مسألة معرفة طريقة الانتقال وطريقة الانتشار، مع أنه المعلومات التي حصلنا عليها من قبل الجهات الرسمية ومنظمة الصحة العالمية أنه هو أكثر انتشارا. وهذا أنا يعني أرجعه إلى أنه تم هناك تهاون في مسألة التباعد الاجتماعي والتواصل والخروج الناس إلى الأماكن العامة، ومدى التزامهم، ومدى المسافة بين شخص وآخر، ومدى لبس الكمامات وهذه الإجراءات الاحترازية. فعند تم الفتح لجميع المطارات والأماكن والمحلات وبدأ الناس تتداخل، فنسبة الانتشار لا يمكن تقييمها بهذه السرعة خلال 24 ساعة. فهي لها عوامل أخرى يعني. ولكن الذي عرفناه نحن الفترة الأخيرة أن وبناء على التقارير أن انتشار خلال 48 ساعة في أكثر من دولة، بريطانيا، هولندا، أستراليا والدول الأوروبية، ولذلك أخذوا الإجراءات الاحترازية لغلق المطارات في بعض الدول الأوروبية وبعض الدول حتى يعني الخليجية مثل السعودية وكذا. نقدر نقول دكتور أنه هذه السلالة الجديدة الآن يعني بريطانيا قد تكون هي البؤرة حاليا لهذه السلالة الجديدة، نقدر نوصف الموضوع بهذا الشكل؟ هو كبؤرة أنها فعلا نعم، هو عندما نسمي وباء، والوباء موجود طبعا هو كوفيد، ولكن السلالة الجديدة نعم أكثر انتشارا في بريطانيا. ذلك هم حتى أعلنوا أنها أصبحت فوق طاقتهم الاستيعابية من ناحية استيعاب المرض والتحكم فيه، لذلك تم الانتشار بشكل سريع في بريطانيا إلى جميع الجهات الصحية والمطارات. نحن نتذكر عند البدء في الكوفيد 19 هناك بعض النظم الصحية أنهكتها يعني هذه الفيروسات وهذا الوباء الذي حصل والجائحة التي حصلت. فهو تقريبا شيئا ما حصل في بريطانيا وتم الآن، والمعروف والبؤرة هنا، ولذلك الانتقال بين دولة إلى أخرى أصبحت الآن هي الناقلة إلى دولة. ولكن هناك بعض التقارير أن هذه السلالة تم اكتشافها سابقا في أستراليا، تم اكتشافها في دول أخرى، ولكن نحن ما زال مبكرا حتى نقول أنها هل هي أكثر عدوى. المعروف أنه انتشاره أسرع، والمعروف أنه ليس أنه أكثر فتكا، وهذا ما عرف حاليا أنها يعني مثل الكوفيد 19 مثل الفيروس نفسه، فلا يوجد جديد من ناحية الفتك، ولكن نحن نوصي بأخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية كما تم توصيته بواسطة اللجنة العليا وأيضا بواسطة منظمة الصحة العالمية، لأن هي الآن التي نستطيع نصير. لذلك عند الانتشار الفيروس لا يمكن أي نظام عالمي أن يستوعب الانتشار السريع للفيروس. نعم، لماذا يوصف أنه أكثر انتشارا؟ نعم، وأكثر انتشارا هناك عدة عوامل. لذلك أنا كرأيي الشخصي في هذا الموضوع أن هناك عوامل أخرى، يعني بعد ما بدأ الانفتاح
في جميع الأماكن، مع بعض التوصيات من منظمة الصحة العالمية أن تؤخذ الإجراءات، ولكن هناك ضغوطات سياسية وضغوطات يعني طبعا اقتصادية وضغوطات أخرى وأيضا الضغوطات النفسية على البشر. تم الفتح هذا نوع معين أدى إلى انتشار أسرع من الفترة السابقة، فهذا الانتشار والفيروس أيضا لا يمكن، هناك نسمي مسنجر RNA والأشياء هذه اللي هي تنقل السلالات الجينية بين الفيروس نفسه وهو يتحور، وقد يتغير ويصبح أكثر انتشارا أو أقل انتشارا، هذا وارد. الفيروس من أغرب أنواع الجراثيم اللي هي ممكن من الصعب معرفتها في وقت قصير جدا، فلذلك يعني الوضع الحالي هو ما يمكن قياسه هو انتشاره بين الناس، وهذا ما حصل في بريطانيا، وفعلا أنه انتشر بشكل سريع وانتشر إلى دول أخرى أيضا مجاورة، وأيضا حتى في إيران حاليا اكتشفت هذه السلالة. نعم، لكن دكتور، وجود هذه السلالة الجديدة هل يعني بأي حال من الأحوال أن اللقاح الذي تم الإعلان عنه وبدأت بعض الدول في تقديمه لرعاياها يعني يمكن أن يستخدم لهذا الفيروس الجديد، أو سيحتاج مرة أخرى إلى تجارب ودراسات أخرى؟ هو طبعا أولا الفيروس نفسه، ولكن سلالة جديدة من الفيروس، فالتحصيل واللقاح الموجود هو يغطي بشكل عام في أغلبية الفيروسات والسلالات المتعلقة بكوفيد 19، وهذا ما يطمئن الناس، ولكن قد إذا احتاج الأمر بتغيير بسيط في اللقاحات لا يستغرق ذاك الوقت أبدا، هو فترة قصيرة فقط وهي ممكن إضافتها في أي وقت، ولكن إلى الآن لا يمكن البت في هذا الموضوع، لأن لا توجد أي جهة علمية إلى الآن بتت أن فعلا قد نحتاج إلى تغيير اللقاح. اللقاح نفس الموجود وهذا فعال والحمد لله، ونوصي نحن طبعا بأخذ اللقاحات لتقليل هذه العدوى، وهي الآن الفترة القادمة إن شاء الله. نعم. سمعنا التصريح اليوم إنه يوم الأربعاء إن شاء الله. نعم. توصل اللقاحات. نعم. بإذن الله. سلطان الهناية أحد متابعينا على البث المباشر يسأل، هل تم رصد أعراض جديدة لم يسبق رصدها في كوفيد 19؟ أعراض كوفيد 19 غريبة صراحة، يعني هي كانت تبدأ سابقا بالصداع وقلة الشم والجهاز التنفسي، ولكن رأينا أن جميع الأجهزة معرضة للإصابة بكوفيد 19، منها الجهاز الهضمي، منها الأمراض الدم وسيولة الدم، منها التحصرات على القلب، منها الجلطات الدماغية، منها أيضا الجلطات الرئوية، فهي متنوعة متعددة. لذلك فيروسات هناك آثار جانبية تحصل بعد ما انتشار الفيروس في الجسم واستحواذه على الأجهزة الرئيسية، فوارد. فجسم الإنسان جسم متكامل ومتجانس، لذلك إذا اشتكى منه عضو تداعت منه جميع البقية الأعضاء. نعم. فالمرض الفيروس متعدد، ونحن فعلا رصدنا أنواع وأشكال، وحتى في حالات أتت أعراض متأخرة مثل بعض التغيرات في الجلد، بعض التغيرات حتى تخثرات في أطراف الأقدام والأطراف الأيادي، فهي هناك أعراض متعددة ورصدت فعلا أعراض جديدة، منها ما كانت في بداية الجائحة، أو ربما لم تكن الصورة واضحة في بداية الجائحة، أما الآن أصبحت بشكل أكبر أن الناس تعرف، لأن تم متابعة الأعراض ومتابعة الحالات وتم تحديدها واكتشافها بالطريقة الصحيحة، والحمد لله هناك الأجهزة الحديثة هذه أصبحت الآن هي الكاشفة للفيروسات بشكل دقيق والحمد لله. نعم. فلذلك يعني نحن نرى أن الآن الأعراض أصبحت أكثر معرفة، ولكن مع السلالات الجديدة قد يحصل أي شيء. نعم. من الأعراض هذه. نعم. هناك خوف وقلق أن نعود لنقطة الصفر مرة أخرى، هل مع وجود هذا اللقاح يعني درجة الخطورة نقدر نقول أنها أقل، لأنه هذا المرة نحن نتعامل مع فيروس اللقاح أصبح جاهز يعني نوعا ما، وبدأت يعني الدول في استخدامه؟ نعم. هناك عوامل عدة طبعا، أهمها هو الاحتياط وأخذ الإجراءات الاحترازية، هذه مهمة جدا. اللقاح عامل مساعد، طبعا اللقاح لن يصل إلى الجميع في بداية الجائحة، حتى الدول اللي أصبحت الآن تنتج اللقاح ولكن ما زالت إلى الآن لا تستطيع أن توصله إلى جميع قطاعات المجتمع الموجود، ولكن نحن نقول بوجود اللقاحات الآن طبعا الضرر يكون أقل، لا يمكن الرجوع إلى الصفر إن شاء الله بإذن الله، فهي تعتمد على عوامل عدة، منها
المجتمع نفسه وفهمه وأيضا النظم الصحية وأخذ الإجراءات في الفترة الصحيحة. مسألة إذا انتشر الفيروس أكثر غلق المطارات وغلق الحدود وأيضا الدول الناشرة للفيروس ودول البؤرة التعامل معها بالطريقة واللي أعرفه أنا أيضا أخذت إجراءات محددة هنا بالتعامل مع الحالات وأيضا الطيران وفي الدول المنتشر فيها الفيروس. نعم يعني اسمح لي دكتور أنقل لك هذه التساؤلات لأنه يبدو أن هناك في خلط، يعني أشوف الآن من خلال التعليقات للناس اللي يتابعونه وكأنه يعتقدوا في علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة ما بين وجود اللقاح والإعلان عنه وما بين وجود هذه السلالة الجديدة. نعم طبعا هناك احنا للأسف سمعنا من الإشاعات الكثيرة والمتعددة ومنها من الطاقم الطبي. المعلومات الطبية تؤخذ من مصادرها المفروض، طبعا هناك منظمة صحة عالمية، هناك بحوث وإجراءات دقيقة في هذا المجال، والفيروس معروف، يعني الفيروس أصبح الآن معروف وأصبح يعني انتشاره بطرق محددة. أما الأهداف الأخرى التي تخرج، نحن نعرف الآن وواقع وعرفنا نحن كم عانينا في المجال الصحي في الحالات التي تصل إلى غرف العناية المركزة وحالات الوفيات، فأصبحنا ندرك خطورة المرض هذا، وليست المسألة لها أي اتجاهات تجارية أو أي مثل ما يقول الشفرات التي قد تؤثر على الإنسان، هذا الكلام غير صحيح. وللأسف هناك أغراض إعلامية من بعض أفراد المجتمع إن كان داخل السلطنة أو خارج السلطنة، فهي التي تنشر، فأوصي بأنهم يأخذوا المعلومة من الجهة الصحيحة. نحن لدينا هناك طبعا جهات وزارة الصحة والجهات المعنية في ذلك واللجنة العليا ومنظمة الصحة العالمية والدراسات المعروفة الآن أثبتت يعني حول أن الفيروس أصبح فيروس خطير والتعامل معه، هناك طرق محددة علمية يتم توثيقها بواسطة العلوم الطبية، وما ثبت يعني إن كان هناك أي شيء آخر يتم طبعا بعدين التقاضي ويتم محاكمة المسألة إن كانت هناك أي أمور أخرى، ولكن ما نعرفه نحن وما ثبت علميا أن ليس له علاقة بأي أغراض في مسألة نشر اللقاح أو التحصينات أو هذه الأشياء. نعم، من وجهة نظرك دكتور الآن ما هي الإجراءات السريعة التي يمكن أن تتخذها الدول لتقليل خطر هذه السلالة الجديدة ويعني الحفاظ على هذا الاتزان حتى وصول اللقاح لأكبر شريحة؟ نعم، هو طبعا هو الإجراءات الاحترازية، التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وغسل اليدين وأخذ الجميع الاحتياطات اللازمة للفرد والمجتمع هم أهم فرد في هذا الموضوع، ومن ثم النظم الصحية في كيفية التعامل مع انتشار الفيروس إن كانت هناك دول انتشر فيها هذا الفيروس فهذه بؤر تعتمد، فلا بد التعامل معها بطريقة وفق التوصيات العالمية من قبل منظمة الصحة العالمية وفق الاتفاق بين المطارات والدول هذه في طبعا الحد من انتقال الفيروس إلى دول مجاورة، وهذه الإجراءات طبعا تم تحديدها وفق اللجنة العليا وفق اللجان المعنية في ذلك. وبالنسبة للقاحات نحن نوصي بأخذها طبعا طبعا تبدأ في طواقم محددة اللي هي الواجهة الطواقم الطبية والأخرى التي تتعامل مباشرة مع المرض وكبار السن وهم الذين يحتاجون، وهم أيضا لديهم المشاكل في المناعة والأمراض المزمنة، هذه الفئة نبدأ بها لأن البقية إذا كانوا أصحاء وكذا فخطورة تكون أقل بكثير. نوصي طبعا اتباع التوصيات التي تأتي من اللجنة العليا من وزارة الصحة ومن الجهات العلمية الحقيقية بالنسبة للأمراض المعدية. نعم شكرا جزيلا لك دكتور وليد. إذا كان هناك ثمة إضافة أخيرة. الإضافة الأخيرة هي فقط أن نحن طبعا الآن أمام جائحة، ونجاح في كيفية الحد من انتشار هذه الجائحة هو التعاون المؤسسي والفردي والمجتمعي في كيفية الحد واتباع التعليمات الصحيحة وعدم طبعا نشر الإشاعات الموجودة، ونسأل الله أن يقي عمان والدول أجمع في العالم حول هذا الفيروسات، ونسأل الشفاء لمرضانا ونسأل الله التوفيق بإذن الله. شكرا شكرا جزيلا لك الدكتور وليد بن خالد السجالي رئيس الجمعية الطبية العمانية. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. الله يسلمك. شكرا.